هيستوري واكزامينيشن نيورولوجيكال اكزامينيشن كامل. هيستوري اسم حضرتك؟ سنك؟ ساكن فين؟ طول عمرك يعني موجود وعايش فيها؟ بتشتغل ايه؟ متزوج طبعا؟ وعندك اولاد؟ اصغرهم؟ بتشرب سجاير ولا حاجه؟ كام سجاير في اليوم؟ بقالك قد ايه؟ مش ولا حاجه يعني؟ بتستخدم ايدك اليمين ولا ايدك الشمال؟ طيب ايه شكل حضرتك؟ بقاله قد ايه؟ يعني عنده باراليز اوف ليفت سايد بقاله 26 سنه، طبعا مده طويله يعني. انا تحكي لي القصه بدات معاك ازاي؟ يعني مره واحده ولا بالتدريج؟ لا انا دخلت الشمس يعني خد ساعات كله خد ساعات. ساعات دي تعني ايه؟ يعني ترومبت. بس ترومبت دي هتحصل في مين؟ اي حد كده يحصل له ترومبت؟ لازم يكون في بريسبوزنج فاكتور. طب هل هو عنده بريسبوزنج فاكتور؟ ايوه. مش هو اولا راجل وفوق ال 40 سنه وهيبي سموكر، وممكن كمان نساله في ضغط او سكر، وفي ضغط كمان يعني عنده ايه؟ عنده بريسبوزنج اوتيزم يعني عنده بريسبوزنج فاكتورز ليه؟ عنده سكلوزيس. سنزلقوا فيها. ها؟ سنزلقوا فيها. فبالتالي حصل له نام طبعا، حصل له الموضوع ده. فدي طبعا الاثيولوجي بتاعنا هنا ايه؟ عباره عن ثرومبوزس. طب لما حصل لك الشلل ده خف ولا زاد ولا زي ما هو؟ يعني هل الموضوع ريجريسيف ولا بروجريسيف ولا ستيشنال زي ما هو؟ لا هو قل شويه. يعني جه اكيوت اونست صادم اونست وريجريسيف. طب لما حصل حضرتك معاك كانت سايبه ولا متقشره؟ لا قبل المرض كانت سايبه. قعدت سايبه قد ايه؟ 5 اسابيع. ودي اسمها ايه؟ شوك ستيج. الشوك ستيج قعدت 5 اسابيع. عارفين انها نورمال يكون من كام؟ 2 6. يعني على حسب الجينرال كونديشن، وكلما زادت كلما كان بيبروزمودس، وكلما قلت كلما كان بيبروزمودس. طيب مثلا عضلاتك خست، شعر الليل وقع، ضفرت، بتتقصف، بيطلع فرق ولا حاجه، في رفع في عضلاتك؟ يعني دوت ماشي مع الابر موتور ولا مع اللور موتور؟ ماشي مع الابر موتور. طب الكلام ده واخد ايدك ورجلك تماما؟ انا مصمم على كلمه تماما يعني واخده الذراع والرجل تماما. حتى عايز يقول لي حاجه؟ انا كبسول. انت مزنوق، ممكن تكون الانترنال كبسول هو اللي مضروب. انت قلنا الفورتيكال تبقى ايه؟ مونوبليجيا. السب فورتيكال مونوبليجيا وحته او هيموبليجيا اللي حته، لكن يكون بريد بقى الكبسول تم تحت طبعا، وهي القشره بتاعتها وهي فعلا الكبسول. لو حد تاني قال لك انا عندي ضعف بس، كنت تقول له تعصر ولا تقول له مثلا تطلع السلم ولا تلبس الشيرت؟ لكن هو ضل نهارك كده. طب قال لك انا عندي ايه؟ عندي شلل. بصوا انا دلوقتي انا بستهبل يعني، ده الكلام ده مش صح. عم عيد، وانت ايدك الشمال تعصر ولا تقول ولا سبع شعر؟ بص بص لي بصه وحشه ازاي؟ يقول لي ما انا قايل لك من الاول انا عندي ايه؟ شلل. عندي شلل، يعني انسى هذا الديستريبيوشن. ولو على فكره لا ينفي البراند، لما عندي اشياء اخرى هتقول ما ينفعش بقى. لكن عندي اشياء اخرى كل ما هو عنده براند. تمام. بس هو دوت عشان هو يعني ايه؟ راجل بروفيشنال بيقول لك انا عندي شلل. هو يحصل يعني ايه؟ حتى لما انت تيجي تساله هيقول لك زي بعض. مثلا تقول له تفتح الدور ولا تقفله زي بعض، تحط حاجه على خواطرك ولا تلبس الجاكيت زي بعض، يعني كله ضايع. يبقى انت هتقول ويزاوت سيرتن ديستريبيوشن. طيب ندخل على الانفولنتري موفمنت. هل عندك حركات لا اراديه؟ نو انفولنتري. ما هو نو انفولنتري. نسال عن الكوردينيشن. لما تيجي تاكل بايدك الشمال اكل يوصل لك؟ لما تمشي بالطبق انا اسف اليمين. اصل هو الناحيه الشماليه اللي فيها ايه؟ انا هساله على الناحيه دي. طب لما تيجي تاكل بايدك اليمين الاكل يوصل لوحده؟ تمشي الطبق ولا حاجه زي السكران؟ انا ليه بساله على الناحيه اليمين؟ اصل اساسا ما بيعرفش ياكل بيها، ما بيعرفش يحركها اساسا، هو عنده اساسا شلل في الناحيه الشمال من الاول. طيب نكمل. ها انا كده سالت على ايه؟ سالت على الكوردينيشن بتاعت السيربيلا. طب الكوردينيشن بتاعت الديب سنسيشن ايدك اليمين تعرف تضرب الزرار اللي فوق؟ طب لما بتغمض عينك ولا حاجه بتقع؟ يعني اذا هو ما عندوش مشاكل في الكوردينيشن، سواء كانت سيرفيلا او ديب سنسيشن في الناحيه اليمين والناحيه الشمال اصلا ما سالتش عليها. انا كده خلصت عنوان واحد في الهيستوري اسمه ايه؟ موتور شامل الويكنس والانفولنتري موفمنت والكوردينيشن. اسال على السنسيشنز. عندك الم شكشكه تنميل في جسمك؟ لا. الاحساس في جسمك قل او اختفى؟ فين؟ كلها. يعني عنده اسوشيتد ويف هيمي اناثيزيا اون ذا ليفت سايد. يعني نفس الناحيه اللي فيها هيميبليجيا هي نفس الناحيه اللي فيها هيمي اناثيزيا. اي كان اكسكلود ايه من الكلام ده؟ مستحيل تبقى براون سي كوردينيت، لان براون سي كوردينيت ناحيه وها السنسور افيشن بيكون سوبرفيشال سنسيشن بيكون في الناحيه الثانيه. فانا كده اي كان ايزلي اكسكلود طبعا السباينال هيميبليجيا. طب اسال على الديب سنسيشن. بحس ان
الارض ولا ماشي على الارض؟ رجل اليمين ماشي على الارض كويس، الشمال ضعيف. يعني هو فاضل الديب سنسور كمان فين؟ عايز الانتيبي بيج لو جه من الاتيز لو الديب سنسور افيشن كلهم في نفس الناحيه اللي هي الناحيه الشمال. لما تحط ايدك اليمين في جيبك تعرف اللي فيها؟ انا سالته على الكورتيكال سنسيشن بس في الناحيه اللي بيحس بيها اللي هي الناحيه الايه؟ اليمين. اللي محدش يجي بقى يقول له لما تحط ايدك الشمال في جيبك تعرف اللي فيها، ما هو اساسا مش حاسس بالناحيه الشمال. يبقى انا كده خلصت موتور وخلصت سنسوري، هاجي على الكرينيال نيرفس. مهمه جدا في حاله زي دي. حاسه الشم عندك اتغيرت، نظرك ضعف، بتشوف الالوان كويس، وانت ماشي بتخبط في الناس والعواميد، ثلاثة أربعة وستة جسمك صار، عينك حوالي، تشوف الحاجة اتنين، يعني ما عندوش مشاكل، في الثلاثة أربعة وستة، نيجي الرقم خمسة، عندك صعوبة في المنطقة؟ طيب الإحساس في وشك قل أو ارتفع؟ أي ناحية؟ ناحية الشمال نفس الناحية. نسأل على سبعة مهمة أوي الأبر هاف، نسأله عن الصابون والدموع، يعني بتغسل وشك بتغمر عينك كويس ولا الصابون بيدخل فيها؟ عينك بتدمع زيادة ولا طبيعي؟ يعني الجزء اللي فوق سليم، نيجي للجزء اللي تحت. الاكل بيتجمع في بقك في ناحيه؟ اي ناحيه؟ ريقك بينزل من ناحيه؟ اي ناحيه؟ طب بقك حاول من ناحيه؟ اي ناحيه يا بهوات؟ اليمين. لانه عضله ايه؟ ريتراكت وعضله شداده. لا اي ناحيه يا عم عيد؟ فعلا الناحيه اليمين، لان العضله ايه؟ شداده. يبقى انا عندي الربع ده هو اللي مطلوب. طب كل الربع ده هو اللي مطلوب، ده ابر موتور ولا لور موتور؟ أبرز نقطة في نفس الناحية اللي فيها إيه؟ نفس الناحية اللي فيها ها الهيميبليجيا، وده كلام مهم ولا لا؟ يبقى الحالة دي ما تنفعش إلا إيه؟ إلا سريبرال ده يا كابسول يا سب كورتيكال يا كورتيكال، ودي ما تنفعش إلا كابسول لأنها هيميبليجيا. عشان كده الفيشيال هنا من الحاجات المهمة جدا. أنت مثلا لما تيجي تقولها من الهيستوري هتقول إذا كونديشن إز أسوشيتد ويز أكيوميليشن أوف فود أون ذا ليفت سايد، ريبيك أوف سلايفا فروم ذا ليفت سايد، أند ديفيشن أوف ذا ماوث تو ذا رايت سايد، يبقى أنا كده فهمت إن هو عنده مشكلة أبر موتور نيرون ليجن في الفيشن. رقم 8 عندك مشاكل في السمع أو في الاتزان، 9 و10 و11 صوتك اتنفع لما يرتجع مناخيرك، صوتك اتنفع، صعوبة في الكلام، طبعا في الاول بسوي دي شويه بعد شويه ستاندر سبيتش، طبعا من كتر ما هو عايز يتكلم بقى والفريز والسبب بتاع لسانه بيبدا يتصلح مع الوقت، لكن هو ما عندوش مشكله في البلبر، ما عندوش مشكله بلبر خالص. طيب عندك صعوبه في البلع مثلا او بتشرب كتير وانت بتاكل، يعني ما عندوش بلبر مانيفستيشنز. كتفك ساقط على ناحيه، طبعا واضح ان ناحيه الشمال نازله شويه، سباينال بارت اوف اكسسوري اللي هو اساسا مشكلتي اللي هي يعني. الهايبو جلوسا اللي سامعك حاول على ناحيه؟ اي ناحيه يا بهوات؟ ناحية هنا يعني مين ولا الشمال؟ على اي ناحية يا معين؟ بتاع الناحية الشمال، يعني الماو تبييت تو ذا ليفت سايد، طب اشمعنى 7 و12 اللي ضربوا هنا؟ عشان الدور يونيلاترال سبلاي، الاذر وايز الاذر كرينيال نيرفس بايلاترال سبلاي تمام؟ يبقى انا كده سالت على موتور وعلى سنسوري وعلى كرينيال نيرفس، الناس وسالنا كمان على السبيتش، انا عندي مشاكل في الكلام وحسيت، نسال على السفنكتر، بس انا قبل ما اساله على السفنكتر ساعات اساله ايه؟ وعنده مشاكل في السفنكتر صلاح لا ليه رفع لان السفنكتر قلنا البلادر بايلاترال سبلاي باي برام اللي هو عنده مشكله ايه؟ يونيلاترال عندك مشاكل في البول ولا حاجه؟ خلاص نص من الثالث خلاص. عايز اساله كمان على اذا كان عنده انكريز سيمبتومز اوف انكريزنج الترا كرانيال تنشن، جالك صداع جالك زلاله تربيع مستمر بعد شهر اتنقلت او شهر يعني نو سيمبتومز اوف انكريزنج الترا كرانيال تنشن. مهم نسال على الاذر سيستمز، نسال على الكاردي باسكولار سيستم، نساله في رفرفه بتيجي على قلبك او بيجي لك بقى عشان نسال على التشيست سيدرنج اللي زي الكحه دي بدل ما تيجي بعد شهر كده ولا حاجه. نسال على الفيتو في جنبك اليمين جنبك الشمال المغص السال الفساد يعني نو سيمبتومز اوف اذر سيستمز افكشن. طيب بتاخد ادويه ضغط السكر لاي حاجه مزمنه؟ بتاخد ايه للضغط؟ وعندك ضغط منين بقى؟ يعني هم ممكن عنده هاي بارتيشن مش بيكشف من حاجه واكتشف صدفه مع الايه؟ مع السوق لما جات له الهيمبليشيا اكتشفوا معاها ان هو عنده ايه بقى؟ ان هو عنده ضغط وبدا ياخد كونكور اللي هو بيتا بروبر تمام؟ طيب مفيش سكر ولا حاجه الحمد لله. طيب انت تفتكر يعني عملت عمليات قبل كده؟ خدت نقل دم في اي مكان؟ حجزت مستشفيات؟ مفيش اي ادويه اخرى بتاخدها؟ في حد في العيله عنده نفس الموضوع كده؟ طب لما حصل لك الموضوع ما عملتش فحوصات ولا حاجه؟ طبعا ما كانش فيه بقى زمان اللي هو السي تي والام ار اي والكلام ده، طبعا احنا روتين اي حد بيجي في ستروك لازم يعمل له ايه؟
في كيس ما انتش بيقول انها هامولج ولا حاجه شوفها هامولج ولا ريفاكتور فما كانش فيه الكلام ده اوكي فما بنعالج بروتوكول فيتامين سي كومبلكس حاجات كلها الوقت بتاعها يبقى دوت كده هيستوري لمريض نيورولوجي كامل سالت على كل السيمبتومز بتاعت السي ان اس والاذر سيستمز والانفستيجيشنز نيجي بعد كده على الاكزامينشن نيورولوجيكال اكزامينشن جنرال كالعاده منتاليتي جمله صامه يمكن كلنا حافظينها بنقول ايه Patient is body conscious, oriented to time, place, persons, good mood, and the memory is cooperative with an average intelligence. بعد كده بتكلم على النقطة الثالثة اللي هي السبيتش هو بيتكلم معانا ايه رأي حضراتكم في السبيتش؟ النقطة السبيتش ممكن تقول له انت مش هتاخد ايه تقول له رفعتها هي رأي حاجة عدة أي حاجة لكن طبعا هو عنده نورمال سبيتش. كرينيال نيرفز احنا سألنا عليها في الهيستوري يلا نعملها ايه؟ نعملها اكزامينشن. نمبر 1 هاخد فاكتور هنفحص ازاي؟ نقول له سمح حرام العينين اجيب حاجه في دي فاميليا نوت ايريتانس واقول له شامل ايه؟ مثلا مدنه ونغير الناحيه الثانيه شامل ايه؟ يبقى ناحيه مدنه وناحيه نعناع عشان نشوف حسب الشم او الطاقه دي. نمره 2 اللي هو الاوبتيك احنا سالنا عايزين نفحص خبي عينه لو سمحت. طلع عبد الله دول كام؟ قول له دول كام عبد الله؟ دول كام؟ 4 عينك الثانيه 3 يعني كاونتنج فينجرز و 6 سنتر يبقى انا مش محتاج ان انا ايه؟ ان انا اقعد اقرب ها لو ما شافش على بعد 6 نخليه 5 4 3 2 نص متر اعمل له ايه؟ هاند موفمنت وبعد كده. بما انه شاف كويس اقدر اعمل له كونفرونتيشن تيست هوط انا كده شويه بحيث يبقى في نفس المستوى هيخبي هو عينه اليمين مع عين الشمال وهقول له عينك في عيني والنين في النين لما تشوف صباعي يقول له طب وهاجي من فوق كده حركة ولا سالفة؟ بص بغير ايدي وما غيرش ايه؟ بغير ايدي برضه ما غيرش تمام ده اسمه ايه؟ كونفرنتيشن تيست عشان اقلب فيه اللوكيشن ولازم اعمل لايت واكوموديشن لايت واكوموديشن طبعا اللايت ونفصل الاثنين عن بعض كده تمام وبجيب التورش بتاعي من جنب من واسلطه على العين دي يحصل في العين دي دايركت مايوزس والناحيه الثانيه ماشي كونسنس ولا معمول في العين دي يبقى دي دايركت والثانيه كونسنس ولا دوت رايح في اثنين وراجع في ثلاثه يعني الافرنت بتاعه اوبتيك والافرنت بتاعه اوكيو الاكوموديشن خليه يبص على صباعي كده واقربه انا حصل كونفرجن انا حاسس اقول له بص بعيد واجي كده مره واحده شفت الكونفرجن اكوموديشن برضه رايح في اثنين وراجع في ايه؟ وراجع في ثلاثه ثلاثة وأربعة وستة احنا سألنا عليهم بنعمل لهم اكزامينشن بص باي انسبكشن هل في دوزز؟ هل في سكوينت؟ والبيوبل ار 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 يعني ايه؟ ايه؟ اشوف النستاجمس اخليه كده يبص على صباعي هنا اسبب صباعي هنا لمدة قد ايه؟ 30 ثانية مفيش حاجة واجي هنا يعني اقدر اقول ايه؟ نو نستاجمس ثم الباور الباور اخليه خلفي عين وايد الشمال ما ننساش لازم اوتوماتيك نثبتها هنا لو انا نسيت اثبت قلت له عينك لفوق عينك لتحت 80 لا ما ينفعش لازم ايه؟ لازم اكون مثبت راسه ها واقول له عينك لفوق عينك لتحت عينك لجوه كده ممكن ومخ ها عينك لبره كده عينك لكتفك ها تروح كتف معاكس طبعا ها العين الثانيه لفوق لتحت لجوه اوبن ومخ لبره سابسيوس كتفك المعاكس تروح كل عين لوحدها سليمه اعمل ايه؟ العينتين مع بعض الاثنين لفوق شمال يمين عشان نشوف حاجه اسمها ايه؟ كونجيوجيت اي موفمنت اللي هي الحركه المصاحبه لعين الكونجيوجيت اي موفمنت طبعا لازم نفحص الاثنين مع بعض. ثم لايت واكوموديشن ما تنسوش ما هم رايحين في اثنين وراجعين في ايه؟ في ثلاثه. نيجي بعد كده لرقم خمسه. رقم خمسه نيجي نبص هنا شايفين زي الغرف وفيها التمورال فيها المسيطه نو ويستنج هاجي احط ايدي كده واقول له جز على اسنانك بحس مين؟ وانا جاي اقول له على اسنانك امسك مين؟ المسيسة واقول له افتح بقك انا زق شمال زق يمين زي الفل ماشي؟ طيب عايز اعمل السنسوري بارت السنسوري بارت دكتور هيشيلنا اقول له غمض عينيك طبعا بس دايما تلت سنان اقول له غمض عينيك واقول له حاسس هنا زي هنا؟ طيب حاسس هنا زي هنا؟ حاسس هنا زي هنا؟ يعني اذا هو فقد الاحساس في الناحيه الشمال هل مشكلته حاجه عامه في الجسم كله؟ والله ايزوليتد الترايجيمنال طبعا عشان انا عارف العيان وخدت الهيستوري عارف انها في الجسم كله بس افرض ان انا بفحص الترايجيمنال بس ربنا خلق لنا هنا الحته دي بتتغذى بيها ايه؟ اقارب بيها اول ما تحس قول لي اعمل ايه؟
حسيتها فين؟ يعني حتى سيتو ما حسش فيها. لازم الترايجرنا البريء مشكلتي في الايه؟ ها حاجه في الجسم كله ولازم ازوليت الترايجرنا. الناحيه الثانيه هنا زي هنا زي هنا زي هنا. طبعا الديتيلز بقى يعني هنا زي هنا هنا زي هنا سنترال مع بريفرال واقمع دول. اذا كان في افكشن اعرف السايت اوف ذا نيوكليس افكشن ان وسط الوش كسنسيشن مرسوم ازاي؟ اللي فوق تحت واللي تحت فوق واللي بره جوه واللي جوه بره. تمام؟ اللي عندي تو ريفلكسز ريليتد للجو ريليتد للترايجمنال اوله طبعا الجو والكورنيال او الكونجنتايفا. وفي واحد ثالث كده هو اصلا اسمه جاج ريفلكس اللي هو البلاتا ريفلكس. المهم هذا الجو ريفلكس مهم جدا. مهم جدا امتى؟ لما يكون واحد بيقول افتح بقك مش قادر ذوق يمين مش عارف ذوق شمال مش عارف يبقى عنده ايه؟ ايوه عنده بايلات. طب عنده بايلات القمر موت ولا بايلات الجو موت؟ ما اعرفش. عامل هذا الجو ريفلكس هنعمله ازاي؟ مطلوبش كده كانسل. فانا بقول له ايه؟ بقك نص فتحه بقعده صغير ولا بقعده على صغير؟ تمام؟ مفيش حاجه طبعا. امال لو واحد قفل بقه يبقى عنده معانا عيان كده النهارده يبقى عنده ايه؟ بايلات. تمام؟ والليفر بتاعنا فوق البونس فوق البونس وده كلام مهم عشان كده اسمه ليفل ليفل بيطلع ليفل. كورنيال اكونجكتيفا ريفلكس بخليه يبص الناحيه الثانيه بجيب قطنه كده او منديل كده وبضربه كده واعمل له كده سكراتش هنا بيحصل ايه؟ يحصل بريكنج في الناحيتين. ده رايح في خمسه وراجع في سبعه ماشي رايح في خمسه وراجع في سبعه اللي هو اسمه كورنيال او كونجكتيفا ريفلكس. نيجي بعد كده لرقم سبعه. يس يس
وخافض لسان تاني المس بيه البلد يبقى اسمه بلاتا اللي رايح في 5 وراجع في 10. والمس الفارنكس اللي جوه ده رايح في 9 وراجع في 10 اسمه فارنجيال. نورمالي اللي يبدأ تنط لفوق هيعمل ايجاكت. واخد بالك؟ لو انت جيت تلمس اليوبلا او جيت تلمس السوفت بلد يعني او الفارنكس واليوبلا نطت لفوق وعمل جاك قرع جامد وبعدين اكزاجريتد وعمل فوميتنج في وش سعادتك يبقى اكيد ده ابر موتور. لو جيت تلمس ما ادكش اي ريسبونس يبقى دوت اكيد لور موتور. الابر موتور في المنطقه دي اسمه سود وبالبر بولسي واللور موتور اسمه هاسو بالبر بولسي. تمام؟ سباينال بارك اوف اكسسوري هو اصلا مش كرينيال بلاك. انا هقول له ارفع كتابك اظن شايف الفرق واضح. تمام؟ الاسترنو ماستويد الاثنين مع بعض انتر افتك. الشمال هقول له زق كده واحس الاسترنو ماستويد اليمين هيزق الناحيه دي واحس الشمال يبقى انا بحس اللي في الناحيه الثانيه. بعد كده الهايبو جلوستر طلع لسانك. ايه رايكم؟ انا بشاور على ناحيه ايه؟ ناحيه معينه. ها شوف الباور بتاعته زق كده هنا طبعا الناحيه اليمين مش عارف يزق. ها هو دي في الناحيه الشمال. ها وعندي طبعا خد بالك ان الهايبو جلوستر واللور فيشن هم اللي اتاثروا لان هم دول الكرينيال نيرفس اللي ايه؟ يونيلاترال. ها اللي هم يونيلاترال سبلاي باي برامنا. الاذر كرينيال نيرفس ار انتك لان انا ايه؟ يونيلاترال.